تقول أنا أقضي معظم الليل في حفظ القرآن، وقبل الفجر أصلي ما تيسر لي، هل أعتبر من القانتين؟ أم عبد العزيز، بارك الله فيك وهنيئا لك هذا النشاط، وهنيئا لك هذه العبادة، وأبشر بخير، أبشر بخير. الإنسان لا يحكم لنفسه، والإنسان لا يزكي نفسه، يقول اللهم اقبلني، لكن عملك إن شاء الله يدل على محبتك لله، محبتك لطاعة الله، محبتك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن هذا الوقت اللي تقومين فيه وقت غالب الناس يرتاحون فيه، فأنت قدمت محبوب الله مراد الله على محبوب نفسك ومراد نفسك، فقمت ولله الحمد، فأبشر بخير. ولا تحاولين أن تنظري إلى عملك، دائما اسأل الله أن يقبلك، اسأل الله دائما القبول. وأما أنك تقولي أنا من القانتين من القانتات كذا، اتركي هذا، هذه نصيحة طبعا، اتركي هذا ولا تهتمي بهذا ولا تشغلي بالك، أنا والله من القانتين من القانتات من كذا، اتركي هذا، وإنما اعملي واجتهدي واسألي الله تعالى القبول، وإن شاء الله أنك على خير.